ينضم إلينا من القدس مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ضعينا في تفاصيل هذا الخبر وكيف سيتمكن الكنيسة من وضع الحد لموضوع سلطة المحكمة العليا. نعم، بعد التحية انتهت قبل قليل جلسة التصويت السرية التي كانت قد بدأتها أعضاء والائتلاف الحكومي ولجنة الكنيسة منذ صبيحة وبعد ظهر هذا اليوم، وهذه التصويتات السرية لتعيين لجنة القضاء وهي ضمن قانون إصلاح القضاء التي يتظاهر آلاف الإسرائيليين عليه منذ ما يزيد من 20 أسبوعا، وهنالك تظاهرات حاشدة في تل أبيب وفي القدس منعا لتمرير هذا الإصلاح القضائي الذي أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تعيين لجنة القضاء هي من أخطر هذه البنود التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تغييرها، وبذلك الحد وتقويض السلطة القضائية لصالح الطرفين التشريعية والتنفيذية. لماذا هذا البند مهم؟ لأن اختيار لجنة القضاء يعني أن يتم تسييس هذه اللجنة، وهؤلاء القضاء يكونون ضمن الائتلاف الحكومي، وذلك بسط وسيطرة من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف على لجنة القضاء وعلى الهيئة القضائية. كل المعارضين أو حتى كل الأحزاب المعارضة في داخل الائتلاف الحكومي تنادي بضرورة أن يتم اختيار لجنة القضاء بأن يكون هنالك ممثل عن حزب المعارضة وآخر عن الائتلاف الحكومي، وهذا ما رفضه عدد من الوزراء في داخل الائتلاف الحكومي الذين نادوا بأن ضرورة أن تكون لجنة القضاء مختارة فقط من اليمين المتطرف، أي من داخل الائتلاف الحكومي ولا وجود لحزب المعارضة. وهذه الأصوات التي بدأت بضرورة دانا، بالتأكيد هناك تفاصيل أخرى سنستمع إليها منك، لكن أعتذر منك فقط لضيق الوقت. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من القدس، شكرا جزيلا لك.